الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. أواخر العصور القديمة، الفترة التي غيرت وجه العالم. ظهرت تسمية أواخر العصور القديمة بداية بين المؤرخين الألمان في أواخر القرن العشرين، أدخلها إلى الإنجليزية المؤرخ بيتر براون صاحب كتاب عالم أواخر العصور القديمة، الذي يتحدث فيه مفصلاً عن هذه الفترة وأهمية أحداثها. كما تعتبر فترة أواخر العصور القديمة في الدراسات التاريخية الحديثة كنتيجة لدراسات التقسيم الزمني الحديث للتاريخ العالمي، والتي تحدثنا عنها في مقال سابق. اتبع المؤرخون خاصية التغير والاستقرار لممالك وثقافات معاصرة لوضع هذه الفترة في الإطار الزمني المناسب في التاريخ العالمي، حيث يعتبر المؤرخون أن أحداثها أدت إلى تغيرات جوهرية في العالم القديم لينتقل بعدها إلى مراحل جديدة. ما هي هذه الفترة وما أهميتها في تاريخ العالم؟ الإجابة ستكون في مقالنا التالي. نذكر بداية أن المؤرخين قد اختلفوا على الإطار الزمني لهذه الفترة رغم اتفاقهم على أهمية أحداثها، فقد اعتبر بيتر براون أن فترة أواخر التاريخ القديم ما بين 200 و700 للميلاد، بينما اعتبرها المؤرخون في مجلدات كامبريدج للعصر القديم الفترة الواقعة بين 425 و600 للميلاد. في الحقيقة فإن الاختلاف على نوع التغير أو التحول كسياسي أو ديني يقف خلف هذا الاختلاف في التقسيم الزمني، إلا أننا في هذا المقال سنعتمد تاريخ براون كونه أشمل وأكثر دقة. لماذا تعتبر فترة أواخر التاريخ القديم بهذه الأهمية؟ تكمن أهمية هذه الفترة بسبب التغيرات الكبيرة في الشرق والغرب لانهيار وظهور ممالك عدة غيرت وجه العالم حتى يومنا هذا. سنبدأ بالحديث عن التغير في الغرب، فقد اعتنق الإمبراطور البيزنطي قسطنطين المسيحية عام 312 للميلاد، مما جعل المسيحية من الأديان المفضلة في الإمبراطورية البيزنطية، ثم انتقل ليصبح الدين الرسمي للدولة البيزنطية عام 380 للميلاد. ومن الناحية السياسية، اختفت الإمبراطورية الرومانية في أوروبا الغربية عام 476 للميلاد إثر هزيمة آخر أباطرة الرومان رومولوس أغسطس على يد القائد الجرماني أودواكر الذي أسس دولة البرابرة في روما. أما في الشرق فقد اختفت الإمبراطورية الفارسية تماماً في الشرق الأدنى عام 655 للميلاد. ظهرت الدولة الإسلامية في شبه الجزيرة، ودخلت جيوش المسلمين مصر وبلاد الرافدين وبلاد الشام وشمال إفريقيا في الفترة الواقعة ما بين 633 و642 للميلاد، والتي كانت أجزاءً من الإمبراطورية البيزنطية والفارسية. وعلى الصعيد السياسي، توسعت الدولة العربية في الفترة الواقعة ما بين 650 و700 للميلاد في آسيا وأفريقيا وأوروبا. إن الأحداث السابقة تشير إلى أهمية الأحداث التي وقعت في هذه الفترة على كثرتها. يقول المؤرخ نيفيل مورلي بأن أواخر العصور القديمة هي فترة تراجيديا انحدار وظهور الممالك، حيث انهارت ممالك العصور القديمة وظهرت ممالك جديدة انتقلت بالعالم إلى مراحل جديدة على كافة الأصعدة، حيث انتقلت أوروبا من بعدها إلى العصور الوسطى أو ما سمتها العصور المظلمة في الغرب، بينما انتقلت الدولة العربية أو الإسلامية إلى العصور الذهبية على اختلاف السلالات الحاكمة. شكراً لحسن استماعكم.